السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناتنا تربية طيور الكناري والحسود. حلقتنا اليوم حول موضوع متى تبدأ فراخ الكناري بالتغريد. من بين الأسئلة المطروحة متى تبدأ فراخ الكناري بالتغريد، أي عمر بداية الفراخ الكناري في التغريد. إجابتكم يا إخواني، فإن طائر الكناري يبدأ التغريد ما بين سن 6 أشهر إلى غاية 9 أشهر، أي في هذه الفترة يبدأ الفراخ الكناري في التغريد. طبعا هناك بعض الفراخ الكناري تصل إلى سن 6 أشهر ولا تبدأ بالتغريد، وذلك راجع إلى سقوط وغيار الريش، وعند انتهائها من الغيار تبدأ بالتغريد بشكل طبيعي. إذن الفراخ الكناري تبدأ بالتغريد من 6 أشهر إلى غاية 9 أشهر. أما السن الذي يصبح الطائر الكناري فيه جاهزا للإنتاج والتجاوز يبدأ من 9 أشهر. أتمنى أن الموضوع اليوم مفيد. إذا أعجبكم الموضوع وكنت أول مرة في زيارة القناة، لا تنسى الاشتراك والتفصيل والجرس والإنذار، ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناتنا تربية طيور الكناري والحسود. حلقتنا اليوم حول موضوع متى تبدأ فراخ الكناري بالتغريد. من بين الأسئلة المطروحة متى تبدأ فراخ الكناري بالتغريد، أي عمر بداية الفراخ الكناري في التغريد. إجابتكم يا إخواني، فإن طائر الكناري يبدأ التغريد ما بين سن 6 أشهر إلى غاية 9 أشهر، أي في هذه الفترة يبدأ الفراخ الكناري في التغريد. طبعا هناك بعض الفراخ الكناري تصل إلى سن 6 أشهر ولا تبدأ بالتغريد، وذلك راجع إلى سقوط وغيار الريش، وعند انتهائها من الغيار تبدأ بالتغريد بشكل طبيعي. إذن الفراخ الكناري تبدأ بالتغريد من 6 أشهر إلى غاية 9 أشهر. أما السن الذي يصبح الطائر الكناري فيه جاهزا للإنتاج والتجاوز يبدأ من 9 أشهر. أتمنى أن الموضوع اليوم مفيد. إذا أعجبكم الموضوع وكنت أول مرة في زيارة القناة، لا تنسى الاشتراك والتفصيل والجرس والإنذار، ودمتم في رعاية الله.